Hola. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien de ma part. Je vais très bien, alhamdoulilah, c'est qu'on est au bien. Nous sommes sur la chaîne Telegram, le groupe de trading de l'AIA. Il y a des questions, on va les répondre en vidéo parce que c'est safe. Il y a des questions qui sont posées, qui sont des mêmes traits, qui sont posées, qui sont posées. Donc, Allah m'a mis des vidéos, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on voit, et voilà, je me entends. Je vais aller comme un deux jours les questions directement, mais après le générique. احنا ولعنا جينيريك يلا نشوفكم بعد. les questions que j'ai ici sur le téléphone en même temps chaque question on va mettre le screen dans la vidéo c'est un abonné mais bon je vais vous dire que je vais vous faire des questions donc monsieur Abdelila hello j'aimerais que vous êtes bien j'ai un problème dans la stratégie de gold qui est déjà réglée qui est déjà réglée stop loss donc voilà je vais vous faire la vidéo je vais vous faire une stratégie parce que la stratégie leader c'est pour les gens qui ont un capital qui est open stop loss mais la stratégie de magie inchallah qu'on est en train de développer avec mon partenaire Hicham le groupe va dire que mon les stop loss inchallah vous inquiétez pas essayez une vidéo j'ai hier faire tout ça deuxième la deuxième question là qui me pose des questions donc c'est pas mal bonsoir Amir j'ai une question s'il vous plaît et je m'en calme là sur internet mais walou dak chi علاش سولتك puisque tu as expérimenté trading le forex فحال ديال commodities ياك زعما نفس داك الشيء اللي تعلمتي في الفوركس نقدروا نديروا مثلا في trading ديال الكوفي سيلفر ولا جولد كنصحني نتريدي الكوموديتي ولا فوركس عندي كابيتال ديال 1000 دولار ميرسي دافونس امير لا باز سي لا ميم شوز دونك الا جيتي تشوف تو سكي تكنيك يعني سبور ريزيستونس انديكاتور اكسيتيرا سي لا ميم شوز مي الكوموديتي تقدو تحركو كثر بصراحه حتى هما قدو تحركو بتو سكي فوندامونتال يعني كاع داك النيوز اكسيتيرا فهمتي مثلا نعطيك غير مثال منين وقع هذا البروبليم ديال الكورونا فيروس البترول هبط اصلا كان ديجا التريد وور ديال تشاينا مع امريكان ديجا كان تيهبط وزاد هبط مع 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 سميتو مع هذا البروبليم ديال الكورونا فيروس علاه الشركات مثلا اللي كانوا كيمشيو يقلبوا على البترول وكيمشيو كيترونسبورتيوه وكيوصلوه للناس ايتترا موقفوا باسكو ما بقاوش خدامين سي بور سا سميتو الثمن ديالو نزل يعني حتى هادشي تاثر يعني ش بوغي دير كو تقريبا ما غنقولش نفس استراتيجي كل واحد عنده استراتيجي ديالو مي داكشي اللي غتعلموا الفوركس راه تقدر تطبقوا في جوايع اخرين مي ضروري تكونوا حوايجات زايدين حوايجات ناقصين ما غيكونش داكشي بحال بحال 100% مي لا باز غتكون لا ميم عندك 1000 دولار يمكن لك تريدي هادو دونك با بروبليم وات از ذا ماكسيموم اماونت اي كان ويدرو فروم ماي فوركس اكاونت تو ماي بانك اكاونت اند هاو ماتش اي ويل باي فور تاكسس دونك قال لي شنو هو لو مونطون يعني شنو هو الراس المهم شنو هو الفلوس الماكسيموم اللي نقدر نخرجهم من البروكر ديالي واش غادي نخلص لي تاكس اولا لا غادي تخلص لي تاكس او كاو كنتي كديكلاري هذه اول حاجه لما كنتي كديكلاري ما غاديش تخلص ولاني الا كان عندك يعني مدخول بزاف والبنكه سينيالاتك مثلا لي زامبو تقدر يجيك شي تفتيش وشي تفتيش شي مهم راك فهمتي شنو بغيت نقول درو يجيو يتحاسبوا معك على داكشي فهمتيني مي جينيرالمون تيوقعش هادشي لان فوالا بنادم كيدخل 200 اورو 300 اورو ما غاديش يتحاسبوا معاه على داكشي غير كانوا عندك دي مونطون كبار يعني كتدخل 10 مليون في الشهر 20 مليون في الشهر راه غادي يوقع قبو عليك هذيك كون هاني منها اي بور لو ويدرو يعني شحال ممكن لك تسحب ممكن لك تسحب له شحال ما بغيتي ما كاينش مشكل في داكشي شحال ما بغيتي تسحب تسحب هذا ما عنديش سميتو ار ذا بيست تري بروكرز ايفر بيزد اون يور اكسبيرينس قال لي شنو هما لي 3 شنو هما احسن ثلاثه البروكرات البروكرات اللي على حسب الاكسبيرينس ديالك هما الواعرين وات يو تريد ان سيت اب مونيتور سوفتوير لابتوب دو يو يوز قال لي شنو هو يعني السيت اب اللي كنستعمل هنايا راه جاوبو دونك تري بروكرز ديجا عندي اون نوفيل سكو بديت البروكر ديما تنقول لكم اف بي ماركت اف بي ماركت مي قالي مع مشكل ديغنيغمون سيغتو هاد الشهر سكو لي سبريد بزاف عيقو كتلقى في الجولد مثلا كندخل اون بوزيسيون ديال 0 10 كنلقى عندي موان 40 موان 30 دولار على الدخله 40 بيبس في السبريد جاتني بزاف قلت غادي نبدل وسيغتو كو ديجا في لو جروب تيليجرام ديالنا كنحطو دي بوزيسيون في
في ستوك ماركت لي زاكسيون، كنحطو في الكوموديتيز، كنحطو في فوركس، كنحطو في كلشي. هذاك ما كانش عندي فيه كلشي، يعني في لي زاكسيون كنضطر نحل ان اوتر بروكر باش انفيستي فيه في لي زاكسيون. لقيت واحد اخر ديغنييرمون سميتو تي اي او ماركت، غادي نخلي لكم لو ليان ديالو باش تقيدو فيه. فريمون زوين لي سبري ما بيهمش مزيانين، يعني في لا موين ديال كلشي. اي اي بروبوز بلان دو مارشي، يعني عندك اوسي اكس بي تي البلاتينيوم اللي ما كناش كنلقاو في اف بي ام، حتى هو كاين فيه بلاتينيوم، كنترديو بزاف لو جروب ديالنا اي ا. فوالا فيه فريمون لي زاكسيون كيخدموه جوجل، امازون، نتفليكس، تاع كلشي فيه. فريمون زوين. دابا هادي شي شهر وانا كنتيستي، با مال فرانشمون مزيان. الوغ بالنسبه للسيت اب المونيتور، دونك هذا ايكرون سامسونج كنت سريتو في امازون، ديل برو بوك تاع اي 7، فيه تقريبا 500 جيجا ديسك دور، وفي الرام شي 8 جيجا واقيلا، لا 16، كنزلت له واحد اخر فيه 16 جيجا في الرام. المونيتور تاع هو عادي، يعني سي تان ايكرون اي تقدر دير به التلفازه او لا بي سي اللي بغيتي. فوالا 27 بوس عندي فيه. سلام سي امير، واش هذا سي بدر؟ سلام سي امير، واش غادي تبقى تعطينا صفقات مجانا بعد ما فتحتي جروب في اي بي ولا؟ اخويا راه الجروب في اي بي فتحته هذه 7 شهور، واخا كنعطي دائما صفقات مجانيه، كندير دائما اخر سيمانه في الاخر الشهر اول سيمانه ديال الشهر كنحط فيها صفقات كاملين ديال الجروب في اي بي، حتى اللي ما عندوش يتمتع ما كاين حتى شي مشكل. قريبا راه جوج سيمانات كنت كنحط داك الشيء فابور. دونك وات ذا ستيبس اي كان دو ويت تو ليرن فوركس، the sources and how much time I can spend. ما هي الخطوات التي يمكن اتباعها لتعلم الفوركس، وما هي المصادر والمدة؟ الخطوات ديال تعلم الفوركس، انا ديجا نبغيكم تقولوا تريدين ماشي الفوركس. فوركس راه سي جوست ان مارشي في التريدينغ في لا بورس، فهمتيني؟ خاصكم تعلموا التريدينغ ماشي الفوركس. دونك هادي ما تبقاوش تقولوها دائما. الخطوات انا غنصيفط لكم واحد لو سيت غنكتب لكم هنا ديما، تنقول لكم سميتو بيبي بيبس، بيبي بيبس دوت كوم. هذاك فيه فريمون تعلمكم لي باز دو لا باز، هذاك ضروري ما تدوز منه، حتى انا قريت فيه هذاك هو. وغنخلي لكم اوسي المكتبه ديالنا، عندنا مكتبه في تيليجرام فيها هكد الكتوبه ديال 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 التريدينغ، يعني غتلقى فيها كاع داكشي اللي بغيتي غتلقاه. حتى غنخليها لكم في لين ديسكريبسيون، سميتها سي ام تي شي حاجه واقيلا. المهم بوكس اوف تريدين غتلقاها لتحت هي في لوليا. المده انا ما نكذبش عليك، انا دابا 5 سنين وانا في هذا الدومين، كل نهار كنتعلم حاجه جديده، كل نهار كتعلم حاجه جديده. عاد دابا لقيتيني شريت واحد لافورماسيون غنوريها لكم ديال مصطفى بالخياط، جاتني واحد لاكيسيون سيغمون غنلقاها هنايا، المهم نهضر عليها من بعد. دي فين با امير، فواسي ما كيسيون، سي كوا تون افي سور لي تكنيك داناليز دو غراف كوم ايشيموكو؟ صراحه ايشيموكو ما تخدمش به، دونك ما يمكنليش نجاوب على الكيسيون ديالك، ديزولي. فرانشمون لا في تو سكي تكنيك و انديكاتور تخدم فريمون بلي باز. عندي الام ا سي دي، عندي الموفين افريج تنستعملهم بزاف، عندي الفي واب يلا اكتشفتو ديغنييغمون حتى هو واعر، مجهد بزاف غندير عليه فيديو في الاخر، غندير لكم زعما في شي فيديو جاي غندير لكم لي زانديكاتور اللي كنستعمل وكيفاش تخدموهم. الوغ هادي ما عنديش سميتو. هلو امير، اي هوب يو ار دوين ويل، اي بين تريدين فوركس فور ا وايل ناو اند اي لايك تو ستارت ستوك تريدين ان ذا نير فيوتشر. ار ذير اني تشينجز ذات يو امبلمنتد تو سكسيد ان ذا ستوك ماركت، اند ديد يو تشينج انيثينغ كومبيرد to how you trade forex. OK, donc déjà je te dis que c'est pas le groupe TA AIA, c'est pas moi le spécialiste stocks. Le partenaire ديالي هشام هو اللي كيتريدي ستوك ماركت احسن مني صراحه، الله باش ما نكتبوش، هو اللي مكلف بهم اكثر. انا تو سكو جو بو فو دير وعلى حسب ما قال لي سي كو قال لي فريمون ساهل في الخدمه ديالهم، اي كيعتمدوا هو سورتو كيعتمد على لوفيرتور ديال لي مارشي. دونك اون فيت يل بلانيفي لي استراتيجي ديالو افون لوفيرتور ديال المارشي، اون فوا كيتحل تيحط لا بوزيسيون، اي تما فين كنضربو فوالا كنضربو تي بي 1 تي بي 2 دغيا دغيا كيتحلو دغيا. دونك سي سوا في الباي سوا في السيل ديك الساعات على حسب لي نيوز على حسب بزاف د الحوايج. المهم هو الصراحه اللي مكلف به، غادي نحاول ندير معاه شي نهار شي فيديو ويقول لنا الاستراتيجي كيفاش كيخدم ستوك ماركت. اوكي دونك انا ما غنساكوش، فكروني بها في لي كومونتير باش ما ننساهاش. سامارش. الوغ مسيو يوسف، هذا عضو جديد حمقني بالاسئله قرب. الوغ خويا سي تابلي اون بيتيت كيسيون كونسيرنون لي بيبس، جي لو سور انترنيت كو لو نومبر دو بيبس سي لا فالور ديسيمال افون ديرنيير، اي توا باغ اكزومبل بور لو جولد يو ستي انتر 1580 اي 1782 tu as dit qu'il y a plus de 20 pips. Quelle est la formule s'il te plaît? Alors, في الجولد c'est différent à la sable forex ou داكشي. في الجولد مثلا حنا في لو بوين 1580 هو وصل لو بوين 1585، راه ما زادش ب 5 بيبس، راه زاد ب 50 بيبس. صراحه هاد لا كيسيون غادي شحال من واحد كيتلف فيها، مي في الجولد هكا سا فونكسيون. السلام خويا، المهم داكشي اللي كدير زوين تبارك الله عليك، الله يحفظك اخويا. عفاك السؤال ديالي هو بغيت ندخل معاك في الجروب، غا هو ما عنديش فلوس بزاف، من مورا ما غنخلصك تبقى لي 600 درهم، واش مزيان باش نبدا بها
بلوس عارف غير شويه من لي فيديو ديالك. لا اخويا انا اصلا الدراري اللي ما تكونش عندهم ان كابيتال مزيان ما تخليش يدخل معايا، لان هل يعقل غتخلصني مثلا انت 400 درهم في مثلا في الفي اي بي باش تدخل معايا وانت عندك 600 درهم؟ ما نخليكش اخويا اصلا تدخل، تعلم بعدا ماشي تدخل تخسر فلوس في لابورمون اللي ما غيجيب لك والو. ما جات شي، انا ما كنقلبش غير باش نبيع، كنقلب غير بنادم يتعلم. يا اما سير للديمو يا اما اخويا خليك مع لي سينيو غراتوي ديالي وبقى في الديمو تعلم 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 اخويا تضبط الامور والكابيتال ما تزربوش. عندك 500 درهم دابا خليك اخويا واحد من 5 شهور كل شهر كتجمع 500 500، تجمع واحد الكابيتال زوين دير 400 دولار. انا كنصح دائما 400 دولار 500 دولار باش تخدم مرتاح، فهمتيني؟ باش تكون عندك لا مارش 500 دولار افيك ان لو ديال 002 باخفي تخدم مرتاح. حتى العكس عليك شي تخيل ضرب في ستوب لوس شي حاجه ما تزيرش، فهمتيني؟ كيسيون اخرى، بروكر يوفر المعادن والاسهم في شركات جوجل امازون نتفليكس ومعادات ما عرفتش شنو هذيك وفوركس في منصه واحده. دونك جاوبت على هاد لا كيسيون هادي تي او ماركت، غادي تلقاو لو ليان ديالو تحت في صندوق الوصف تما. هذاك فريمون طوب 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 بدا تهنينا مجموع فيه كلشي بخير. الوغ سلام، كون فو بونسي كومونسي كوبي تريدينغ؟ دونك قال لي فوقاش غادي نبداو لو كوبي تريدينغ هادي 3 شهور حنا خدامين فيه، مايمكنناش نجيو نلوح الكوبي تريدينغ غير هكاك، خاطر خصنا تيستينا في لي كونت ديالنا، خصنا تيستيو لو روبو، لان راه الله يحفظ رزق الناس راه صعيب، مايمكنليش ندخل انا ونريسكي بشي حاجه اللي ما متاكدش منها 100%. حنا اتفقنا انا وماشي هشام اخر شهر ديال التيست هو هذا، هو الشهر ديال افريل، دونك نورمالمون بروميير مي ان شاء الله غادي يكون داكشي واجد. ان شاء الله يكون خير. انا بغيت نعرف اكزاكتومون كيفاش نكولي لي سينيو في ام تي 4. الوغ ماكراش ندير لكم ديمونستراسيون، مي دابا المارشي ساد مايمكنليش نوريكم، مي غنعطيكم مثال. انا غندير لكم هنايا لكم في الشاشه ان اكزومبل ديال ان سينيال اللي كنحطو. الوغ كيما كتلاحظوا هنايا جولد يو اس دي ندير لكم باي اوبن 1580، هذيك اوبن هي لو بوان دونتري، خاصكم تحلو في لو بوان 1580. اذا ما كانش داك لو بوان ما تدخلوش، اذا كان اقل منه ممكن تدخل، مي لافاتو ما تدخلوش باسكو لو بوان دونتري سي تري امبورطون سيرمون. لو تيك بروفيت 1582، دونك كتمشي سواء كتخدم في التليفون اولا في البيسي، كدير في تيك بروفيت كدير 1582، اي في ستوب لوس كدير ديك لا فالور ستوب اللي داير لكم اس ال كروه حمراء كدير 1574. بالنسبه لينا حنايا غتقول ليا حنا كنعطيو 4 ديال التارغيت و ان سو ستوب لوس، كيفاش درتي تخدم بهم؟ الوغ عندكم 3 استراتيجي، عندكم استراتيجي الاولى اللي كيستعملوها كاع الناس اللي داخل معايا في الفي اي بي باش كيتهناو من فرع الراس، اولي مثلا عنده الحق. انا داير لكم ان جايد لاين، كل واحد على حسب الكابيتال ديالو كيدخل بواحد لوت سايز. مثلا عندك 500 دولار غتدخل ب 002. لا استراتيجي الاولى سي كو كدوبل لوت سايز ديالك، كتدخل مثلا ب 004 وكتلعب كتفيزي غير لو تي بي ان غير تيك بروفيت الاول وكتخرج صافي، كتاخذ البروفيت ديالك وكتخرج كتساين تخد الثاني. هادي اللي كتخدم مزيانه، اي بنادم تيخرج مهني ما تيبقاش عاقل واش خاصو يساين تي بي 2 ولا تي بي 3 ولا تي بي 4. كاينه دوزيام استراتيجي، هادو الناس اللي تكونوا افونسي شويه في التريدينغ، اشنو كيدخل كيحط في تيك بروفيت، كيحط مثلا تيك بروفيت 3 او 4 وستوب لوس، كيدير ستوب لوس ديالو عادي. وشنو كيدير ملي كيضرب تي بي 1؟ كيطلع لو ستوب لوس ديالو لو بوان دونتري. يعني مثلا عندنا لو ستوب لوس 1574 ولو بوان دونتري 1580، دونك لو ستوب لوس ديالنا غادي نرجعوه من 1574 غنطلعوا ل 1580. يعني هنايا غنبقاو كنريسكي بوالو، يعني حتى لا رجع ضربنا ستوب لوس غادي نخرجوا بخساره ديال 0 دولار ريسك فري. عاوتاني ملي كيطلع للتي بي 2 كنطلعوا سميتو الستوب لوس، كنطلعوه دونك كنضمنوا ديك 20 نقطه ولا 30 نقطه اللي رابحين في تي بي ان، الا ضربنا ستوب لوس غنخرجوا رابحين 20 نقطه 30 نقطه. وهي كذا هذه الدوزيام استراتيجي. كاينه الثروزيام استراتيجي، هذه بالنسبه للناس اللي عندهم دي كونت كبار كيخدموا بستوب لوس اي اوبن تيك بروفيت. دونك اش كيديروا؟ مثلا ضرب لهم تي بي ان ما كيطلعش ستوب لوس، باسكو شي مرات يمكن له يضرب تي بي ان ويعاود يهبط حتى الستوب لوس يعاود يطلع، كتبقى الصفقه رابحه كوميم. دونك اش كيدير؟ تيصبر عليها، كيشوف على حسب الانز ديالو على حسب الخبره ديالو، واخا كترجع الضرب كيصبر عليها وكتعاود مثلا تطلع تي بي 2، فهمتيني؟ هذا عاوتاني هنا شوف هذا لو نيفو الاخر، كتعتمد على الخبره، كتعتمد على بزاف د الحوايج، فهمتيني؟ على بسيكولوجي الواحد. خليكم غير لا بروميير دوزيام استراتيجي من الاحسن بالنسبه لي، عاد يبدا بلا بروميير يضرب تي بي 1 لوط مدوبل ويخرج في حالته مهني، فهمتيني؟ دونك هادي احسن حاجه. اون اوتر كيسيون خويا امير، بغيت غير نسولك باغ اكزومبل داك التريد اللي حتي في الجروب ديال اكس بي تي يو اس دي، اكس بي تي يو اس دي هو البلاتينيوم، كنقلب عليه ما بغاش يطلع ليا وما عرفتش كيفاش. انا خدام غادي ديمو حاليا، بغيت توريني كيفاش تقدر نجبدو. الوغ كاين دي بروكر اللي ما تيكونش فيهم كاع لي سميتو كاع دوك المعادن اللي كنحطو ولا كاع دوك لي بوزيسيون اللي كنحطو، سي بور سا قلت لكم تي او ماركت غتلقى فيه حتى الاكس بي تي، غتلقى فيه كلشي. اي بارفو في الديمو ما كيعطيكمش كلشي،
حتى لو كنت غير عاد كيعطيكم كلشي. دونك باش تكونوا عارفين هذا. اسكو لاناليز اللي كديروا اللي كنديروا على الشاط واش كيكون 50%؟ واش كتكون في 50% ولا مارشي 50% باللي تاخد البروفيت ديالك وبيه لاناليز تقدر تفوت ديك 50%؟ هاد لا كيسيون ما فهمتهاش الصراحه. اسكو لاناليز اللي كديروا على الشاط واش كتكون 50% ولا مارشي 50%؟ والله ما فهمت هاد لا كيسيون سبحان الله. امير خويا عافاك عافاك الله يرحم الوالدين، دير شي فيديو كتشرح فيه المبتدئين كيفاش يدخلوا بزاف الصفقات مرحبا. واخا هادي ان شاء الله غندير لها فيديو بوحدها. بونجور خويا، لو ميور بوكر بالنسبه ليك اي مينيموم كابيتال باش تبدا الفوركس؟ دونك هاد لا كيسيون ديجا جاوبنا عليها، تي او ماركت كابيتال باش تبدا الفوركس. انا كنصحك كما قلت لكم 400-500 دولار. الوغ هذا مسيو محمد، بونسوار امي، جو سوي ديبيتون دون سو دومين، جي دو كيسيون، كومون ديتيرميني لي بوان دو سورتي اي انتر ابري لي لين دو تروند، لو دوزيام كومون سافوار لي زون داشا اي دو فونت. الوغ بور سافوار لي زون داشا اي دو فونت كيتسماو هذاك مناطق العرض والطلب، كنصحك دير في جوجل منطقة العرض والطلب وغادي تعرف تما تكونوا مناطق فيهم دي سيبور اي دي ريزيستونس كبار، هادوك هما منطقة العرض والطلب، وهذيك هي اللي كتسمى استراتيجية ديال البرايس اكشن. يعني اون فوا كيوصل البري تما كيدير شي تردد، فهمتيني؟ اي لي بوان سورتي سا ديبون، كل واحد استراتيجية ديالو، كاين اللي تيخدم هذيك سا ديبون دي راسيو. دونك كل واحد لا راسيو ديالو، كاين مثلا كيدير راسيو 1-2 1-3 1-4. دونك مثلا 1-2 شنو كتعني؟ يعني ستوب لوس كيساوي 50% من تيك بروفيت. يعني مثلا غاتريسكي 20 بوان 20 نقطة، و تيك بروفيت ديالك فيه 40 نقطة، هادي كتسمى 1-2. راسيو 1-3 مثلا 20 نقطة في ستوب لوس اي 60 نقطة في تيك بروفيت، وهي غادية. الوغ اون اوتر كيسيون، بونجور امير، ميرسي بور فوتر ايفور، اسكو لا بانك نو دوموند با دي جوستيفيكاتيف كوم كوا جوستيفي لا سورس دي غان دو تريدينغ؟ إيليا دي تاكس à payer en France. Et pour la banque Boursorama, vous pouvez nous expliquer les avantages qu'elle propose pour les traders. Merci, Big Up, continue. La banque, elle va pas te demander des justificatifs. Il y a des rentrées d'argent kbar. Mais là, quand tu as 300, 500, 600 euros, tu vas te demander quoi. 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 دونك ما عندكم باش تخاف من هاد القضية هادي. لي طاكس لا ميم شوز جاوبت عليها، لي طاكس يعني فوا تخبي الا كنتي كديكلاري، الا ما كنتيش كديكلاري ما يطلبو منك والو. مي الا كان عندك دي رونتري كبار غيجي النهار فين لا بوك ديالك غادي تسولك وغاتصيفطك شي للسيرفيس دامبو. بالنسبه لبورسوراما سي بلوس بور لي جون لي عايشين في فرنسا اي باغيين يتخيلو دي زاكسيون، دونك نصحكم ديروها تما. الوغ مسيو عمر، سلام خويا امير، جيسبيغ كو تو فا بيان. لا كيسيون ديالي على لو بروكر، واش كتخدم غير في اف ماركت ولا دوطخ اوسي؟ واشنو لا ديفيرونس بين ديمو و لايف؟ دونك لا بروميير كيسيون، كنت كنخدم بزاف اف بي ماركت، اكس ام بور لي اكسيون، اي تورو كنخدم فيه تا هو بور لي اكسيون باسكو كنت كنلقى فيه كلشي. مي كما قلت لكم كنت كنقلب على بروكر غير يجمع لي كلشي، هو تي او ماركت صافي طلعت لي هاد لا كيسيون فراسي حاولت بزاف. واشنو لا ديفيرونس بين ديمو اون لايف؟ دونك ديمو سي فوالا سي ان كونت دو ديمونستراسيون كتيستي فيه داكشي غير باش تتعلم تعرف المسائل كيفاش كيلوز، اون لايف راه كتحط فيه الفلوس غير يعني ممكن تربح فلوس غير وتخسر فلوس غير ديال بصح. ديمو لا داكشي كله فيرتو. واش فيه غير الفوركس كريبتو لي زانديس ولا فيه اوسي توت لي اكسيون ديال لي زونتربريز انترناسيونال في لا بورس؟ دونك كيما قلت لكم ديمو ما كتلقاش فيه كلشي، ديمو تقدر تلقى فيه غير الفوركس ولا غير شي شويه من لي زانديس، فهمتيني؟ ما كتلقاش فيه كلشي، بالعكس الغير كتلقى فيه فريمون كلشي. جيم بوكو سكو تو في فريمون، تو نو دون انفي دو بوجي دو نوتر زون دو كونفور. دونك تو تو ميرسي بوكو، الله يحفظك با عمر، الله يسهل عليك. هاد لا كيسيون هادي، كيفاش تعلمت التداول لانك من قبل حتى انت كنتي كتبع التوصيات؟ تحياتي. كيسيون زوينه بزاف. حتى انا في الاول عقلتو عليا كنت كنتبع التوصيات ديال بزاف ديال لي جروب، كنت كنديرهم كاع، كندير دي فيديو كنتيستي فيهم التوصيات ديال بزاف لي جروب، تنقول لكم كيفاش جاوني كيفاش هذا. مي ابخي صافي حيد داكشي، ما بقيتش باغي ندير داكشي، قلت غادي نتعلم راسي. دونك اون فيت في الاول ملي بقيت كنتبع دوك الناس كنت اون ميم طون ماشي كندخل نتبعهم غير هكاك بيتمون بلا ما نفهم، كنت كنحاول نهضر معاهم تنقول لهم علاش صيفط لي الاناليز، صيفط لي الشارت، كيفاش درتي لها، شنو يخلاك توقع بان الثمن غيطلع ولا لو بخي غيهبط، فهمتيني؟ كنت كنحاول نفهم. ومن بعد راني كن تنقرا ايوغ، تنقرا في جوايج اخرين بزاف الحوايج هكاك. وفي اون ميزور في لي فوروم مع الدراري صحابي بديت كنتعلم بزاف الحوايج، قريت على شي حوايج هادشي في قرايتي كانوا عندي، بديت كندير دي زوتو فورماسيون سيل دو فورماسيون، فهمتيني؟ بزاف د الحوايج وتعلمت فوالا، وقررت صافي نبقى نخدم غير راسي. هادشي اللي كاين. دونك كلشي اون جينيرال كلشي كاين في جوجل، يعني فريمون كلشي كاين في جوجل الدراري، غير الا كنتي باغي تسري شي فورماسيون اللي غتلقاها ماشي واحد زعني يعني
انسان ثقه وعارفو في يديه، يعني ديجا عنده ان بالماريس دو ديكسبيريونس، فهمتيني؟ هذاك ممكن تشري منه وتعلم منه، ما فيها بس انسان يشري فورماسيون، فهمتيني؟ لان كتانفيستي حتى في راسك كما قلت لكم انا عاد دابا. المهم غادي نخليوها حتى لاخر الفيديو، سيرش اون فورماسيون. واخا عندي دي كومبيتونس، عندي دي زاكي، مي في هذا الدومين راه عمرك ما كتحبس من التعلم ومن القرايه، ضروري خصك تزيد تعلم، فهمتيني؟ الوغ شنو رايك في لا فورماسيون ديال مصطفى بالخياط؟ ها هي هضر عليها. اي واش تنصحنا نشريوها مسيو امير؟ اوكي دونك انا على ود لا كيسيون هادي مشيت خديت لا فورماسيون ديال مسيو بالخياط. كان داير اوفر ديال المهم اكوز دي كونفينمون هبط لا فورماسيون من 1200 دولار حتى 300 دولار. قلت جو في لا تيستي. دونك بور لانستون جو بو با ريبوند على لا كيسيون هادي باسكو فريمون يلاه سريتها دابا، يلاه اليوم سريتها، اوني كوا لو 4 افريل، السبت 4 افريل، يلاه سريتها دابا. هو السكرين نوريكم هنايا، دونك غنتيستيها، عطيوني سيمانه نتيستيها، نتبع قراها كامله وغندير لكم فيديو عليها على كيفاش. المهم اللي بغى يصبر يصبر قبل ما يشريها، سينو فوالا غتلقاو لو لين تاعو الفورماسيون لتحت. À vous de voir, mais c'est pour ça que tu as. Donc voilà, adouma les questions qu'aiment les jaunis. La compte barre une des FAQ, tenir à la trading, à la domaine de trading. N'hésitez pas, créez-vous les questions, dire qu'on fait les commentaires à la barre. Créez-vous les gars, les questions, dire qu'on fait les commentaires. Dire à la vidéo, dit et radis, mais on m'a d'abord d'un. How much, mais je suis les questions déjà très haut de bonnes. باش فوالا نستافدو اكثر ونطرقوا المسائل كثيره. لي فيديو اللي قلت لكم غندير لهم فيديوهات بوحدهم راه غنديرهم، نو زانكيتي با. او ميم طون خليو لي كومونتير واش تبغيو ندير لكم شي حاجه بالصرح بالتفصيل هكا بشي فيديو بوحدها، خليوها لي اوسي في لي كومونتير، غادي نديرها ان شاء الله. دونك فوالا جيسبر تكون لا فيديو عجبتكم، استفدتوا شي شويه من هاد لي كيسيون اللي طرحتو، شي درتو على ودكم فريمون. كي كانت الحصيله ديال شهر مارس في الجروب ديالنا سيتي طرو بيان الحمد لله. دونك حاولنا شويه نبدلوا الاستراتيجي، حاولنا نقصوا شويه من لي بوزيتي او ميم طون نرفعوا لو طو ديال لي تيك بروفيت اللي كنضربوا ونطيحوا من لي ستوب لوس اللي كنضربوا. دونك انا غندخل لو جروب اي ا ديالنا نشوفوا شحال ربحنا في هذا الشهر ديال مارس. دونك راني ديجا في افريل دابا، دونك لو مو د مارس كما كتشوفوا معايا هنايا في لا فوتو درنا 13000 بوين. الوغ 63 تريد، 63 تريد درنا فيهم 13000 نقطه مجموع فيها الفوركس، مجموع فيها الجولد والميتلز اون جينيرال، فيها الكريبتو موني، الكريبتو كارنسيز، فيها ستوك ماركت لي زاكسيون، فيها كلشي مجموع فيها. دونك عندنا 58 تريد دازو تيك بروفيت، اي عندنا يلاه 5 د لي تريد ضربوا ستوب لوس مالوغوزمون. مي كتشوفوا لا ديفيرونس، يعني تقريبا كلشي كيدخل الحمد لله. حنا كنحاولوا كل مره نطلعوا من النيفو ديالنا. هاد لا سيمين هادي يلاه حسبت دابا شحال ضربنا، راه مهم بزاف الدراري، واخا تكون غير بوحدك دير التراكين ديال لي بوزيسيون ديالك وتعرف راسك شحال كتربح وشحال كتخسر، هكاك غادي تيفولي. دونك هنايا في هاد لا سيمين هادي ديال لو 30 اي ديال لو 4 افريل درنا تقريبا 2030 نقطة، درنا 16 تريد، كانوا ناقصين شوية لي تريد هاد السيمانة باسكو ديما ديبي دو مو تيكون مرون. درنا 16 تريد، 14 تيك بروفيت اي 2 ستوب لوس، كما كتلاحظوا دايما لي ستوب لوس قلال، تيك بروفيت ديما كثيرة. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديالنا الحالي، ولينا كنركزو كثر على الجولد. الكونت ديالنا هذاك هو الواعر، هذاك هو فريمون الواعر. بالنسبه لو كونت بيرسونيل ديالي انا غنوريكم لا فيديو، غنخليها لكم حتى هي هنايا. دونك من لو 30 افريل لو 4 افريل لا سيمين درت تقريبا شحال 2500 يورو. الحمد لله الحمد لله، الخسائر كانوا قلال، مي الحمد لله استراتيجي راه غادي كتديفلوبا، هادي اللي غتستعمل ان شاء الله في الاوتوكوبي. فوالا دونك دعيو معنا بالتيشير، قولوا لي شنو درتو هذا الشهر هذا، كي كانوا البيرفورمانس ديالكم، شنو درتو، واش ربحتو، واش خسرتو، شنو المشاكل اللي طحتو فيهم، باش هكا نتناقشوا انا وياكم في شنو طاري في المارشي في لي كومونتير بيان سور. با تبعوني في انستغرام، تما غادي ندير بروشينمون اف ا كيو فوالا سور لي كيسيون بيرسونيل ليا اللي بغيتوني على شي كيسيون بيرسونيل، مرحبا يدوز لتما. تبعوني في لاشين واكتيفو لي نوتيفيكاسيون باش يبقى يطلع لكم لي فيديو. تبعونا اوسي في لو كوب تيليجرام، غنخليكم هنايا كلشي غتلقاو في صندوق الوصف. هادشي اللي كاين، شحفت نص ساعة وانا كندوي. دونك نقول لكم على بروشين فيديو ان شاء الله، تهلا لي في راسكم اي بون تريدينغ. I just assumed I'd play the fight.